وكاتب المزمور هون عم بيقول وعوبا إلهنا منه فقط إله إسرائيل، إلهنا منه مجرد إله محلي، إلهنا هو إله القوة والقدرة، إلهنا هو الإله يلي بيملك كل الكون، إلهنا هو الإله يلي هو فعلا ملك الملوك ورب الأرباب، هو الإله يلي خلق كل شيء، يلي بيحكم على كل شيء، يلي بحافظ على كل شيء، يلي بيتحكم بكل شيء. ويوما ما يوما ما أتباعه رح يجوا من كل زاوية من الكرة الأرضية ليحكموا ويسودوا معه. هيدي نبوة. عدد واحد، أنا وصلت للنص أخيرا. عدد واحد، يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله. طيب هو ما قال اهتفوا إذا أنتوا خمسينيين، لكن إذا أنتوا مشيخيين اهمسوا. هو ما قال اهتفوا إذا أنتوا كاريزماتيين، لكن إذا أنتوا أسقفيين تمتموا. اهتفوا كل الشعوب. اسمعوا، أنا بعرف وأنتوا بتعرفوا إنه ما عندكم مشكلة بالتصفيق والهتاف لفرقكم الرياضية، مش صحيح؟ هلأ لما الأمر يكون بالكنيسة معظم المسيحيين بيجلسوا على إيديهم. هن بيصير لسانهم مربوط وبتمتموا الكلمات. البعض ما بيعملوا حتى هالأمر. هن بيجوا لحتى يسبحوا الله لكنهم أبدا ما بيسبحوه. الإله يلي خلصكن للأبد. هن بيخلوا تمهم مسكر